السلام عليكم طلابي. في الدرس السابق تعرفنا على منابع التيار الكهربائي، وقلنا بأن الطاقة التي تتحول فيها الطاقة الكيميائية إلى كهربائية في الخلايا، ودرسنا الخلية البسيطة والخلية الرطبة. بتمنى يكون كل درس الدرس وحفظ مما تتألف أقسام كل من الخلايا، ودرسنا أيضا الخلية الشمسية. الآن سوف نقوم بحل تمارين هذا الدرس. السؤال الأول: املأ الفراغات التالية. تتكون الخلية الكهربائية البسيطة من صفيحتين معدنيتين، شرط أن يكونوا مختلفتين، لأنه في ذكرنا في الدرس السابق أن كل قضيب قطب، أحدهما موجب والآخر سالب. ملموستين في محلول، هل يجوز أن يكون ماء؟ لا، وإنما يجب أن يكون حمضي. ثانيا: تتكون الخلية الكهربائية الرطبة من وعاء من ما معدنه الزنك، يتوسطه قضيب من فراغ الكربون، وتملأه عجينة من مزيج. هذه العجينة ممزوجة من نوعين: ثنائي أكسيد المنغنيز ومسحوق الكربون، ثم عجينة من كلوريد الأمونيوم. طبعا كل رسم الرسمي وشاف الأقسام. في الخلايا الكهربائية تتحول الطاقة من الكيميائية، وهي التي تحدث التفاعلات بين المواد اللي ذكرناها، إلى طاقة ماذا؟ كهربائية. إذا في الخلايا تتحول الطاقة من كيميائية إلى كهربائية. ثانياً: اذكر طرق توليد التيار الكهربائي المتواصل كما درسناها في الدرس. أول طريقة عن طريق التفاعلات الكيميائية بين المواد التي يتكون منها من الخلية البسيطة والخلية الرطبة. ثانياً: درسنا نوع من الخلايا، نوع آخر، وهي التي تتحول فيها الطاقة من ضوئية إلى كهربائية كما في الخلايا الشمسية، وهي الغالب عم يستخدمها. ثالثاً: اكتب ثلاثة من استخدامات الخلية الشمسية: إنارة الحدائق والشوارع، الطرقات العامة، والقرى النائية، حيث يتم في النهار شحن البطارية، وفي الليل يتم استخدام التيار الناتج والمخزن. رابعاً: الخلية التي يمكن عدها صديقة للبيئة، أي لا تنتج تلوث، ما هي؟ بسيطة أم الرطبة أم بطارية السيارة أم الخلية الشمسية؟ طبعاً هي الخلية الشمسية. بالتوفيق.